لما تمشي شوية وتلاقي إنه الفنية العسكرية يرجع إلى ظلال القرآن، التكفير والهجرة يرجع إلى ظلال القرآن، وتلاقي إنه تنظيم الجهاد يرجع إلى ظلال القرآن، بدأ يحدث أمامي علامة استفهام وسؤال، هل من الممكن أن تكون داعش أيضاً نابعة من كتاب ظلال القرآن؟ ده احتمال غريب، وفكرة قد تكون بعيدة، وقد يلحظ فيها البعض منكم إن إحنا أمام شيء من التحامل على الكتاب. بدأت أسأل عدد من الخبراء في تاريخ التيارات والحركات الإسلامية، هل من الوارد يا جماعة أن يكون هناك نسب فكري وامتداد فكري وجسور تربط داعش بظلال القرآن؟ لو ثبت هذا السؤال يبقى اكتملت الدائرة، يبقى بدأنا نضع إيدينا على المنجم اللي كل يوم بيولد تيار دموي. ظللت شهور وأنا غارق على الإنترنت في البحث والتفتيش عن الفكرة الكامنة وراء داعش. على فكرة حضرتك هتلاقي سيل من الأخبار والأحداث، داعش حرقت إنسان حي، داعش قطعت رقبة إنسان، داعش حطت إنسان في قفص وحرقته، داعش فجرت، داعش قتالت. هتلاقي حضرتك سيل من الأحداث. مش ده اللي أنا عايزه، أنا عايز أخترق كل هذا الركام وأبحث عن المنبع الفكري الكامل وراء هذا العنف، إلى أن وجدت ما أبحث عنه. واحد بحريني اسمه تركي البن علي كتب كتاب عن الرجل الثاني في داعش، أبو محمد العدناني. جبت الكتاب وقعدت أراه، ففوجئت يا شباب إنه بيقول ظل أبو محمد العدناني الرجل الثاني في داعش ظل على مدى 20 سنة وهو عاكف على قراءة كتاب ظلال القرآن، حتى كاد يكتبه بخطه، يعني وصل به الشغف والغوص على هذا الكتاب إنه فكر يجيب كشكيل وكرئيس ويشرع في كتابته كلمة بكلمة. الله، يعني فعلا هناك شخصيات فكرية محورية في هذا التنظيم نبتت من رحم هذا الكتاب.